طيب يعني سمعنا وكيل مجلس النواب، وكيل أول مجلس النواب، سمعنا رئيس ائتلاف دعم مصر، سمعنا الوزراء والمحافظين. نجيب بقى الأهم ناس، هم أصحاب الحق الأصيل، الناس اللي في الشارع. زملائنا أعدوا تقرير عن آراء بعض المواطنين على برنامج الحياة اليوم، هنشوفه مع حضراتكم ونرجع نكمل باقي فقراتنا النهاردة. برنامج جاد، والأستاذة لبنى كانت بتناقش موضوعات فعلا بتهم الناس. متابعه على طول يعني، من اشد المعجبين بالاستاذ خالد ابو بكر عامه. الحقيقه بتقدم دايما مذيعين كويسين ومقدمين برامج ممتازين، ولبنى عسل او خالد، انا شايف كلهم يعني عندهم الحيويه وعندهم القدره على التوصيل. احنا افتقدنا في الاونه الاخيره البرنامج الحياه اليوم، خاصه استاذ لبنى عسل واستاذ خالد. يعني بصراحه البرنامج كان متنوع وجميل، كان بيقدم برامج مفيدة وبتفيد المجتمع، سواء على المستوى العمل السياسي أو العمل الاقتصادي أو العمل الاجتماعي. أنا بصراحة مبسوطة جدا إن البرنامج رجع تاني، لأنه هو كان بيتكلم في مواضيع مختلفة وحاجات مفيدة إحنا ما كناش نعرفها، وإن بصراحة الأستاذ خالد هو ساهم في نجاح البرنامج. طبعا مبسوطين جدا البرنامج يرجع تاني، وإحنا كنا محتاجينه، وأستاذ لبنى عسل حد كويس وحد محترم، وياريت البرنامج يرجع تاني. برنامج بتاع أستاذ خالد برنامج جميل جدا. برنامج كنا مفتقدينه جدا، بيقدم محتوى هادف ومفتقدينه الفترة اللي فاتت. برنامج من البرامج المهمة جدا، أنا شخصيا كنت بتابعه، وكنت بتابع الأستاذة لبنى والأستاذ خالد. أول برامج يعتبر اللي هي تقصو اللي تعودنا عليها هو الحياة. قناة الحياة كلها جميلة على فكرة، نتابعها سواء برامج أو مسلسلات. والله احنا كمان كنا مفتقدين حضراتكم قوي يعني يعني كلام حلو على راسنا من فوق، يعني على راسنا من فوق، ونتمنى يبقى نكون قد الثقه وقد الكلام الجميل اللي حضراتكم يعني غمرتونا بيه. واذا كان في نقد ما تقلش، فنتعامل معاه وان شاء الله يعني نشتغل على نفسنا اكتر واكتر كمان. فعلشان كده واحنا بنقول انه نجاح اي برنامج بايه؟ لا بالمذيع ولا اللي بيطلع يتقال ولا باي حاجه، بالمشاهد، بحضراتكم انتوا اللي تحكموا على البرنامج ده كويس، لا مش كويس، هتفرج عليه، لا هقلبه، مش طايق، مش هسمع الكلام ده كله. فبالتالي احنا محتاجين حضراتكم، محتاجين نشوف طلباتكم مننا ايه. ده هنشوفه على طول. طيب خلونا نشوف مطالب الناس ايه من المجتمع كله ومن الحياه اليوم بشكل خاص، ونرجع برضو نكمل مع حضراتكم. يهتموا بمشاكل البطالة دلوقتي يا ريت، والصحة، وتوعية من الفيروسز والأشياء هاي. أهم حاجة ينزل يشوف مشاكل المواطنين، عملية إن يشوف المواطنين بتشتكي إيه بالظبط. نقول موضوعات تهم الشعب أكتر، ويكون فيها تغيير مصيري لحاجات كتير في البلد يعني. تفضل يقدم لنا حلول، يجيب مشكلة يقول حلها اهو. ولازم يخاطب كل طبقات المجتمع، لان احنا كلنا مختلطين ببعض، ويحاول التقرب من وجهات النظر بين الناس. المسؤولين في هذا البرنامج ينزلوا الشارع يشوفوا مشاكل الشباب، مشاكل العامه. هو ده المطلوب، ان البرنامج يعالج معالجه حقيقيه عشان يساعد، لان الاعلام طبعا عليه مهم، هيساعد ويساعد الاجهزه الاداريه ويساعد الدوله ويساعد ويساعد ويساعد، زي ما احنا بنشوف دلوقتي كده. فلو ما حصلتش ده كله هتلاقي في بقى، اصبح في تضخم في المشاكل. وتواصلوا مثلا مع الوزراء، مع المحافظين، على ارض الواقع. عايزين صوت الشباب الجديد اللي طالع يوصل للحكومه. لو هو قرب من الناس اكتر، يوضح انجازات السيد الرئيس السيسي، ويوضح قد ايه الدوله هتتقدم في الفتره اللي جايه، ويحسسهم على ده. صوتي يروح للمسؤولين انهم يرخصوا الحاجه، يبقى في مراقبه على السوق وكده، يشوف الحاجات دي، الناس اللي بتغلي، الناس اللي بتستغل الناس. لازم يكون برؤيه جديده تتوائم مع الظروف اللي احنا عايشينها. احنا النهارده يعني لازم اي برنامج اعلامي يكون يمثل نبض الشارع، ويكون يعبر عن الحقيقه الواقعيه اللي احنا عايشينها.